ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My hero محمد. How are you, my hero? This is your plan for this month. Please focus with me. إن شاء الله we will learn how to read سورة العصر. Focus with my recitation. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Thank you my hero for your attention and see you soon in the next class. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.